هتتزوجي ورايحة على فين؟ شمس، مش أنا النهاردة وعدت عبد الله إن أنا هفسحه؟ عبد الله؟ آه طيب، طب مش تقولوا له ألبس أجي معاكو؟ طبعًا يا عمته يا حلوة أنتِ، بس الأول يعني ناخد رأي عبد الله. طبعًا، أكيد، اسأليه. عبد الله، إيه رأيك ناخد عمتك معانا؟ طب هتروحوا فين عشان ألحق ألبس؟ بصي يا شمس، والله يعني أنا وعبد الله النهاردة هنخرج، أنا فكرت إن إحنا نروح السينما. بعد كده نخرج ناكل آيس كريم، وبعد كده نروح الملاهي، ونركب العربيات، ونركب الطيارة، ونلف نلف نلف يا شمس، نقعد نلف 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 نلف. ريتال 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 حبيبتي حبيبتي حبيبتي، بتبكي ليه دلوقتي؟ مش كنت بتلعب مع عبد الله؟ كلكم عارفين ان انا كدابه، انا كدابه يا شمس كدابه. مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات، مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات، مش قادر استوعب ان هو مات. يا حبيبتي مش قادر، مش ريتال حبيبتي ريتال، وحدي الله امسك ده، ده كلام ربنا، خليه في يدك، ما تسيبيهوش واصل. اهدي اهدي، تعالي تعالي معايا نقوم نتوضى ونصلي جماعه، وان شاء الله ربنا هيعوضك وهيطمن قلبك ويريح قلبك. أنا عاوزاك يا بنت تنزلي البلد ضروري. لا 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 لا، كله لا ده. هو إيه اللي كله لا ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه. اسمع، أنت عايزاهم يقتلوني؟ أنت تروحي وتكلمي الواد محروس اللي كان لازقلك ليل ونهار ده. اسكتي، مش مبقاش يرد عليا، حتى يا ربي المعوج اللي أنا رضيت بيه جه على حظي واتعدل. أنا عاوزة أوصل لحسن بأي طريقة، عايزة أتكلم معاه ضروري. حسن تاني يا خالتي؟ إحنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ لا ما خلصناش. الحكاية دي فيها إن وأنا لازم أفهمها. ازاي بدري طلعني بالسهوله دي؟ بقولك ايه؟ ليه؟ مش روحي اعملي لي حاجه اشربها اجري. حاضر. يا لهوي، اخد عمرك يا نعيمه. بدري انت خرجت ازاي؟ هربت من مستشفى السجن. استغنيت عني وطلقتني؟ ما حصلش والله. امال ورقه الطلاق اللي معايا دي تبقى ايه؟ ايه لعبه منك دي ولا ايه؟ لعبه لعبه ده ايه؟ استنى. اتفضل، ادي ورقه الطلاق اهي. حصلش، ما طلقتكيش، الورقة دي مش سليمة. لو كانت سليمة ايه اللي جابني هنا؟ يعني كان بيضحك عليا؟ ايوه، ده
كان حمود جوا السجن. يا لهوي ده انا خاف على نفسي قوي، انا لازم امشي من هنا. بس هنخرج من هنا ازاي؟ زي ما دخلت هطلعك. طب اسمع، هطلع احط حاجه عليا ونمشي على طول. يلا يلا. أنا برضو قلت كده، أول مكان هتفكر تيجي فيه هنا. هل في ايه؟ أنا خرجت من السجن يا حسن، مروان جابها عنده البيت. تعالي تعالي. هاجي معاك فين؟ انا مش هستريح غير لما تقولي انت ناوي على ايه. حاضر، اهدي بس، اهدي اهدى يا ريتال. مش قادره. تعالي تعالي. الله الله، تعالي ليه بس كده؟ تعالي ارتاح ارتاح ارتاح. انا ماليش غيرك يا حسن، ماليش غيرك. انا بصيت حواليا لقيت الدنيا فاضيه قوي، فاضيه يا حسن. بس انا عرفت اللي انت عملته مع لقنا. جاي عشان كده يا ريتال. اه يا حسن، جاي عشان كده. جاي علشان ابقى معاك وابقى جنبك. جاي عشان لينا حق ولازم ناخده. نفس الكلام. لا مش نفس الكلام. انا مش عايزه فلوسي حسن، ولا عايزه اي حاجه. انا مش عايزه بس غير حق عبد الله ابنك. لبنى حامل يا ريتال. حامل.